السلام عليكم. عندي لسن 7 فرع اي يونت 6 صفحة 77. لسن استمع ذا هي هشام، استمع الى هشام ريدنج واقرا هيز بوست كارد، بطاقة بريدية. And answered وأجب the question الأسئلة. Write notes والملاحظات. زين، السؤال where مصطفى on holiday، يعني أين مكان مصطفى في العطلة، راح يروح وين؟ الفرنسا، هو فرنسا مكانه. زين، where does he come from، من أين هو أتى، هو منين جاي؟ من إيراك، من العراق. هنا أنا listen استمع again مرة أخرى and answer وأجب these question عن الأسئلة. What famous place has he visited، يعني ما هي الأماكن، place الأماكن، famous المشهورة التي زارها. The Evil Tower يعني برج إيفل، and لوفر متحف اللوفر هذا باريس. زين، النقطة الرابعة، كبر الكاميرا. What ماذا does he say، ماذا هو قال about فرنسا food، ماذا قال عن طعام فرنسا، food طعام فرنسا، فرنسا. different مختلف، but nice لكنه لطيف. عندي نقطة الخامسة، what has he bought، ماذا هو اشترى، bought اشترى، buy يشتري بالمضارع، bought بالماضي اشترى. زين، clothes ملابس، and CD أقراص CD المضغوطة. هذا كملنا فرع A، هسه نجي على فرع B. اكتب write postcard بطاقة بريدية in your copy book، هاي رايدين بطاقة بريدية بالدفتر، رايدين يعني هاي البطاقة بريدية، هاي نحط معلومات بالبطاقة اللي حنكتبها إن شاء الله. فد شوية أكتب لكم بطاقة بريدية، شنو بالله مطلوب من عندي رايد، when you arrived متى موعد الوصول، where you are staying hotel يعني أين مكان الإقامة، بالفندق لو مع أصدقائك with the friends، the weather الطقس، too hot حار جدا، too cold لو بارد جدا، لو just right لو مناسب تماما. زين، the people كيف الناس، ايش بيهم يعني، محبوبين، lovely، helpfully يعني مساعدين يساعدون، او lovely محبوبين يعني. the food كيف الطعام، يعني هل هو جيد، nice، لو dangerous، لو مختلف، different نكتب عنه. thanks your don't يعني أي شيء عملت به، anything أي شيء، strange غريب لو جديد new. زين، هنا أنا شنو كاتبين، when عندما تكتب write postcard بطاقة بريدية أو letter أو رسالة، try اتري يعني ملاحظة، حول to make عمل أو جعل interesting ممتعة، الرسالة لازم تكون ممتعة، for the reader للقارئ. زين، اتري وحاول، to think أن تفكر، to think بأشياء at that will be interesting لتكون ممتعة،
to the reader للقارئ اللي هيقرأ الرسالة أو البطاقة. هنا أنا try وحاول to make لجعل أو صنع your reading للقارئ love يعني يضحك or smell أو يبتسم. write about your woman feeling يعني شو معناتها؟ معناتها تكلم عن المشاعر الحاصلة عندك. نعم هاي فد شوي اكتب لكم بطاقة بريدية وشكرا.